ضوء الزيارات التي تمت من الرئيس مرسي وقبل ذلك من الرئيس البشير في سبتمبر ثم فبراير الماضي، لقاء أيضا نتطرق فيه إلى بعض الملاحظات التي توجه للعلاقة الثنائية في ظل تأجيل بعض المشروعات المشتركة. فأهلا وسهلا بكم معنا دكتور كمال، أهلا وسهلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لك وللمشاهد الكريم. مرحبا بك. الله يكرمك دكتور كمال. في البداية، مؤخرا ربما شهرت العلاقة تطور ملحوظ في عدد من الملفات، كان تتويج هذا التعاون في زيارة الرئيس مرسي الأخيرة. نسأل عن أهم ملفات التعاون التي تبحث حاليا في العلاقة الثنائية. مرحبا بك يعني، والتحية للمشاهد الكريم. حقيقة الزيارة بتاعت الرئيس مرسي ومن قبلها الزيارات المختلفة لمستويات متعددة من القيادة السودانية ومن القيادات المصرية يعني دفعت بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع، وأظهرت أن هنالك إرادة سياسية تدفع في اتجاه تدعيم هذه العلاقات وإنزالها إلى أرض الواقع لكي تترجم إلى مصالح حقيقية بين الشعبين وبين البلدين يعني. وأنا أفتكر أنه الزيارة الأخيرة تؤكد هذا الاتجاه الذي أشرت إليه، حيث أن الرئيس المصري جاء ومعه كل وزراء القطاع الاقتصادي يعني إضافة إلى وزير الخارجية، وهذا يؤشر إلى أن هذا الملف الآن أصبح من الملفات الضرورية لفتحها بصورة كبيرة جدا ودعمها. زمان كنا يعني نشاهد أن العلاقة السودانية المصرية يأتي الرئيس وهو في صحبته وزير الخارجية ومدير المخابرات يعني فقط يعني، وهذا أيضا كان يشير إلى دلالات مستوى العلاقة ودلالات الزيارات يعني. الآن العلاقة يعني تشير إلى هذا الاتجاه، خاصة وأنه كان في معية الرئيس المصري رجال أعمال بلغوا 25 من رجال أعمال الكبار في جمهورية مصر العربية، وتم عقد مجلس الأعمال السوداني المصري. وأنا بفتكر أنه ده كله يشير إلى أن العلاقة الآن اتجهت ناحية تدعيم العلاقات الاقتصادية بصورة كبيرة جدا ودعم البنية التحتية لهذه العلاقة من خلال افتتاح الطرق، خاصة أن هناك توجيه الآن بافتتاح الطريق الشرقي مباشرة. وأنا أفتكر أنه يعني هذا إن شاء الله سنتعرض له في ثنايا هذا اللقاء، أن هذه العلاقة بدأت يعني تتجه اتجاه حقيقي نحو ما ينفع البلدين. نعم دكتور كمال، فيما يتعلق باللجنة العليا التي رفعت من مستوى النائب الأول في السودان ورئيس وزراء مصر، تم ترفيع هذه اللجنة إلى على مستوى الرئيسين الرئيس البشير والرئيس مرسي، هل تم الاتفاق على موعد لعقد اجتماع اللجنة العليا باعتبار أنه أصبح حدث بذاته يحتاج إلى لقاءات ثنائية؟ هي نحن الآن نرتب لتحديد المواعيد، هنالك يعني يفترض أن لا تتجاوز شهر مايو، نحن بس نوفق بين مواعيد الرئيسين باعتبار أنه الآن سيرأس هذه الاجتماعات الرئيسين في البلدين يعني. الاجتماع الأول مباشرة يعني سيكون على مستوى الرئيسين. سيكون على مستوى الرئيسين يعني، وأنا أفتكر أنه دي دفعة كبيرة جدا يعني، لأنه اللجان الوزارية أو اللجان الفنية بين الدول إما أن تقعد على مستوى وزراء، وده الشيء العام أن تكون على مستوى وزراء، ترفع أحيانا إلى مستوى رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الجمهورية. أما في هذه اللجنة فالترفيه تم إلى مستوى الرئيسين، ونفتكر أنه ده يشير إلى مدى العلاقة الاستراتيجية. لكن يتوقع أن يعقد أيضا بصورة دورية، حتى عندما كان على مستوى رئيس الوزراء والنائب الأول لم يكن يعقد بصورة دورية، الاجتماع الأخير ربما عقد قبل أكثر من عام، الاجتماع الدوري كل 6 أشهر. والاجتماع الدوري كل 6 أشهر والآن سينعقد بهذا الشكل بإذن الله. ويتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة اجتماعا في نتوقع خاصة نتوقع أنه يعني يستمر، لأنه الآن العلاقة تتحرك بشكل كبير جدا يعني، وبالتالي تحتاج إلى اجتماعات للمتابعة يعني معرفة ما تم تحقيقه وما يجب أن يحقق. في إطار اللجنة المشتركة، هل فرغت اللجان الفنية من كل أعمال؟ كان هناك حديث عن لجنة واحدة ما زالت معلقة مرتبطة بالحريات الأربعة، هل انتهت اللجان من الأعمال؟ يعني هي لجنة الحريات الأربعة لم تنعقد، ودي حقيقة للظروف اللي يعني تحيط بالمشهد المصري يعني. المشهد المصري الآن نحن نرى فيه كثير جدا من المشاكل
الشارع السياسي، وهذا هو الذي عطل مسألة انعقاد لجنة الحريات الأربعة. لكن يعني المؤكد أنه هنالك إرادة ورغبة في مصر لتطبيق هذا الاتفاق، ذكر هذا في حديث السيد الرئيس محمد مرسي، وذكر في كل اللجان أنه يعني نحن سنعمل على إنزال هذا الاتفاق على الأرض الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. بصورة مباشرة فيما يتعلق بالاتفاقات التي أبرمت في مجال الزراعة تحديدا، هذا المجال الذي يهتم به الطرف المصري أكثر بكثير من القضايا الأخرى، ما الذي تم فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية المشتركة بين مصر والسودان؟ هي حقيقة الآن نحن هذا الأسبوع يبدأ حصاد القمح الذي زرع في المزرعة التجريبية اللي هي مساحتها 1500 فدان في المنطقة الشمالية، وحقيقة الإنتاجية بتاعتها عالية جدا يعني مقارنة بما ننتجه نحن في السودان، لأنه دخلت فيها الخبرة المصرية بصورة كبيرة جدا، تم استخدام يعني بذور جيدة جدا يعني محسنة، إضافة للمتابعة العلمية للزراعة يعني. وكان الحصاد أنا أفتكر أنه يعني كبير، الناتج كان كبير جدا يعني. هذه المزرعة ستوسع مساحتها الموسم القادم بإذن الله سبحانه وتعالى لكي تصل إلى حوالي 10,000 فدان، ثم من بعد سنعمل على إضافة مساحات يعني لكي يعني نصل إلى الأرقام التي نحن نطمح إليها، بمعنى أن الأرقام الكبيرة التي تحدثوا عنها عفوا المقاطعة سيد السفير عن مليون فدان لمصر، هل هذا على مدى بعيد؟ هو يعني هذا رقم يعني تشجيع الناس يعني، لكن عشان نصل للمليون لابد انه نبدا يعني بتدرج يعني بخطه بتاعت التدرج يعني، لانه عندنا حتى الان مشاكل في يعني الطاقه التي يعني يستفيد منها في ري هذه المشروعات، المياه توفيرة مش توفيرة لكن تحسين البنيه التحتيه للمشروعات يعني، وبالتالي يعني سيتم الزراعة بصورة متدرجة حتى نصل إلى هذه الأرقام يعني. وأنا تقديري أنه لو نحن مشينا ونجحنا يعني يمكن نتعدى المليون فدان يعني، طالما هي مصلحة للشعبين يعني. دائما أنه الرهان في التعاون الاقتصادي بين البلدين يقوم أساسا على المشاريع الزراعية، لذلك ربما كان التركيز أكبر على هذا الجانب. صحيح، ونحن الآن يعني بدينا هذا المشروع، بدأ والآن نحن يعني نعمل على تطوير هذا التعاون لكي يكون ثلاثيا بين السودان ومصر وليبيا، وبدأ اجتماع لوزراء الخارجية الثلاثة، كان على هامش لقاء قمة الدوحة، تم اجتماع وتم تحديد مواعيد لانعقاد اجتماع آخر يعقب اجتماع للقمة للدول الثلاثة لنحيي فكرة المربع المثلث الذهبي، ونفتخر انه دي بتساعدنا لانه الاستثمار في الزراعه يحتاج في بداياته الى تمويل عالي جدا يعني بناء البنيه التحتيه للزراعه من ترع لوسائل ري مختلفه وتوفير طاقه للمشروعات الزراعيه التي يمكن ان تقوم. ما الذي دعا في هذا التوقيت تحديدا الى اعاده احياء هذا المشروع؟ نحن نتحدث عن التقارب الايديولوجي او الفكري بين الانظمه الثلاث، كان هو المحرض او الدافع الرئيسي لتنفيذ هذا المشروع؟ ابدا، انا ما افتكر انه ده العامل الاساسي يعني. العامل الاساسي هو المصلحه اللي بقت واضحه جدا للقائمين على الامر يعني. انه في مصلحه لتعاون السودان ومصر وليبيا، خاصه انه يعني امكانياتهم بتتكامل يعني، ما يعني ما في تنافس في امكانياتهم. السودان عنده الارض والمياه متوفره فيه بصوره كبيره جدا، مصر عندها الخبرات الواسعه جدا في مجال الزراعه وكلنا نشهد بذلك لمصر. ليبيا فيها فيوضات او فوائد من المال التي يمكن ان تساهم بها في تمويل هذه المشروعات، وبالتالي يعود الخير على الشعب السوداني والمصري والليبي. نتوقع ان يتم في غضون اسابيع او شهور قليله، انه الحديث عن القمه الثلاثيه تحدث عنه الرئيس البشير في زياره مرسي الاخيره انه سيكون قريبا جدا، هل نحن نتحدث عن اسابيع قليله وينعقد القمه الثلاثيه؟ نحن نتحدث عن يعني ايام او اسابيع
لانعقاد اللجنة الفنية التي ستحدد المشروعات. في نهاية مايو ستنعقد هذه اللجنة التي ستحدد أطر التعاون، لأنه نحن نتكلم عن تعاون ليس في مجال الزراعة فقط يعني، لكن في مجال التعدين، وده تم فيه لقاءات بين الوزراء الثلاث، وتم تكوين لجنة يعني، وبدأت الآن عملها بصورة ممتازة جدا. نتحدث عن مجال الزراعة، نتحدث في مجال التعاون، في مجال الطاقة نتحدث، وهكذا. فهو التعاون في مجالات مختلفة. نحن الآن اللجنة الفنية ستنعقد لتحدد الأطر والمجالات التي يمكن أن تكون يعني مجال للتعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة يعني. ثم من بعد سيجتمع وزراء الخارجية لكي يضعوا الإطار السياسي، وستسهل العملية إلى منتهى بإذن الله سبحانه وتعالى بإنعقاد القمة الثلاثية. في الإطار السياسي سيد السفير، مصر السودان أيضا التعاون في مجال حوض النيل، في الآونة الأخيرة عاد الحديث مجددا عن وجود خلافات جديدة في قضية حوض النيل. ما يؤخذ على السودان أنه دعم مصر في هذه القضية إلى ما لا نهاية. هناك بعض الخبراء يتحدثون ربما عن أضرار من سد النهضة تصيب السودان على المدى الطويل. رغم ذلك الحكومة السودانية في أحيان تكون مع الحكومة المصرية، وفي أحيان أخرى تكون بجانب الحكومة الأثيوبية، بمعنى أنه لا يوجد موقف ثابت للسودان في هذه القضية. السودان يقف مع مصالحه يعني، نحن يعني لا نقف مجاملة لمصر يعني، لكن نحن نقف أيضا مع مصالحنا. مصالحنا تتطلب أن نقف مع مصر الآن من أجل يعني في مسألة اتفاقية حوض النيل يعني، باعتبار أنه نحن الآن نتحدث عن تثبيت حقوق قائمة، عن تثبيت اتفاقيات تاريخية. السودان عنده مصلحة في تثبيتها، وبالتالي وقوفنا مع مصر هو وقوف مع مصالحنا الحقيقية. بالنسبة لسد النهضة، نحن الآن موقفنا أيضا ينبع من مصالحنا. صحيح نحن نسعى أن لا يكون هناك إضرار بمصر من خلال هذا الأسر يعني، لذلك سعينا من خلال اللجنة الثلاثية أن يتم دراسة حقيقية للآثار السالبة والتي يمكن أن تصيب السودان ومصر. والجانب الأثيوبي بتشكيل هذه اللجنة أبدى استعداده للتعامل مع كل الملاحظات التي يمكن أن تطرأ أو تقدم من خلال اللجنة الثلاثية يعني. أول ملاحظة بالنسبة لنا نحن كسودان يعني، ودي مسألة جوهرية ومهمة، هي مسألة سلامة السد، لأنه السد في منطقة قريبة جدا من السودان على بعد حوالي 14 كيلومتر إلى 20 كيلومتر من الحدود السودانية، وبالتالي سلامة السد مسألة مهمة جدا بالنسبة للسودان. الآن اللجنة الثلاثية قدمت ملاحظات، والجانب السوداني قدم ملاحظات، والجانب الأثيوبي بدأ يأخذ هذا الأمر بشكل جيد في يعني أخذ بكل الملاحظات، خاصة أن السودان الآن يمتلك خبرات واسعة جدا في بناء السدود، وبالتالي أي ملاحظات يقدمها الجانب السوداني يعني هي ملاحظات فنية عميقة يمكن أن تساهم في أن يبنى السد بالشكل الذي يعني لا يضر السودان يعني. أخيرا على الأقل في الفصل الأول من اللقاء، لو نتحدث بشكل مباشر عن أهم ما أنجز من قبل السودان ومن قبل السفارة السودانية في العام الماضي، ما تحقق لدعم هذه العلاقة؟ أنا أفتكر أنه يعني مسألة متابعة الطرق والمعابر يعني دي مسألة نحن بذلنا فيها جهد كبير جدا، صحيح على مستوى كل الأجهزة يعني بذلت فيها، لكن نحن كانت متابعتنا ميدانية. نحن زرنا المعابر أكثر من 3-4 مرات يعني، متابعة لصيغة جدا لهذا الأمر، لأنه نفتكر أنه ده سيحدث نقلة كبيرة جدا في العلاقات السودانية المصرية. في بقية الملفات نحن تم عقد أكثر من 28 لجنة يعني، كانت 24 انعقدت لجان إضافية يعني، هي لجان فنية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا. وأنا أفتكر أنه في كل هذه المجالات يعني بالروح الجديدة تم الوصول إلى اتفاقيات أفضل كثير جدا مما كان عليه الوضع في السابق. إنجاز آخر أنا أفتكر أنه كبير جدا للعلاقة السودانية المصرية هو توقيع بروتوكول الحركة والنقل بين البلدين، لأن البروتوكول ده يعني ترجم اتفاقية التعاون اللي اتوقعت في 2004، ومن 2004 نحن ما قادرين نحرك هذه الاتفاقية لكي تدخل حيز التنفيذ يعني. لكن أيضا هناك ملاحظات كثيرة سيد السفير سوف نتعرض إليها في النصف الثاني من هذا الحوار، تتعلق بعدم افتتاح الطريق حتى الآن، بمشكلة
حلايب ببعض الإشكالات في التعاطي الإعلامي من قبل السفارة السودانية مع بعض التجاوزات ضد السودان. نتناول هذا الأمر بالتفصيل بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا بعد الفاصل. بلد القوة، بلد الحديد والنار، وبلد قطار الشوق. أهلا ومرحبا بكم من عطبرة. أول ما نزلت البريطانية هنا استأذنت من الناس، استغربوا جدا جدا، استأذنت وشايلة خريطة، وقفت في الحتة دي بالخرطة بتاعتها عشان تشوف العالم البريطاني. فقام العطبراوي قال له أنت اللي مين؟ الصفارة دي هي خلت عطبرة بيتي. سكة حديث حلوة، أحمد الله على الرسالة. الحلو فيها شو؟ على الرسالة فيها أول الحلو فيها الجوال. أنا جوالي فيها من قديم. رحيق الأمكنة يأتيكم اليوم 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مرحبا بكم مجددا. نستكمل هذا الحوار مع دكتور كمال الدين حسن علي سفير السودان بالقاهرة. سير السفير، نتحدث الآن في هذا الفصل حول بعض الملاحظات التي تسجل ربما تساق إليكم دائما حول العلاقة. يقال بأن كل ما تم توقيعه الآن من اتفاقات أو ما يتم مناقشته من اتفاقات هي اتفاقات سابقة أبرمت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ما الذي تغير الآن على بعد عام من مجيء الرئيس مرسي وتحول مصر وتغير مصر بعد الثورة؟ ما الذي تغير في شكل العلاقة المباشر انعكاس هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات على الواقع الحقيقي للعلاقة الثنائية؟ في الفترة السابقة نحن كنا نبحث عن تصديق لمدرسة سودانية طيلة هذه العلاقة. كان مرفوض يعني وممنوع أن تحتى مدرسة سودانية تدرس المنهج السوداني في القاهرة. الآن أنا تسلمت هذا التصديق بقيام المدرسة السودانية يعني، وهكذا يعني كثير من القضايا يعني يمكن نذكرها واحدة ثم أخرى يعني نجد فيها تقدم كبير جدا. فالحديث عن انه ما في شيء جديد انا افتكر انه ما صحيح. توقيع بروتوكول الحركه والنقل هذا جديد لانه كان النقاش يتم حوله من 2004 ولم نصل الى نتيجه. يعني المعابر هذه الطرق يعني دراساتها وكذا لها زمن طويل جدا. الان حصلت روح جديده ودعم جديد. تكوين اتحاد اصحاب العمل السوداني المصري يعني تم الآن. من قبل كان هنالك يعني جهاز موجود لكن لم يكن يجتمع أصلا. يعني اللحوم السودانية كانت ممنوعة من إنها تدخل لمصر. الآن يعني دخلت يعني استثمارات في مجال اللحوم دي بصورة كبيرة جدا. نحن الآن نجد اللحمة السودانية في كل القاهرة وفي كل مصر، ما كانت موجودة. يعني هنالك استثمارات مصرية ضخمة دخلت السودان، لعله في مجال التعدين فقط أكثر أو قرابة المليار. هذا استثمار مصري دخل السودان، غير مصانع السكر والأسمنت والبنوك اللي فتحت البنك الأهلي وإلى آخره. وده برضو بيعمل على تطوير ودعم التجارة بين السودان ومصر. الآن البنك الأهلي يعني ما فتحه من اعتمادات للتجارة بين السودان ومصر يعني يتجاوز عشرات الملايين الدولارات. فأنا أفتكر أنه حصلت نقلة حقيقية ستظهر في بإحصاءات الميزان التجاري، أو يعني لو نجي نزل الميزان التجاري ونشوفه حتظهر بصورة واضحة جدا. لكن أنا بالنسبة لي كسفير واضحة جدا إن هنالك تقدم في العلاقة السودانية المصرية من واقع ما ألمسه يوميا من تعامل في هذه العلاقة. لكن عدم انعكاس ذلك مباشرة على البشر، على الناس، فيما يتعلق باتفاقية الحريات الأربعة حتى اللحظة لم يتم. يعني كان الحديث عن أن نظام مبارك يتحفظ على هذا البند لترتيبات ولجوانب أمنية. هل ما زال هذا الأمر قائم؟ هل ما زالت مصر تتحفظ أمنيا على دخول السودانيين دون تأشيرة؟ حتى ما يعد من قبل الطرف المصري إنجاز في فكرة التملك، حتى التملك للسودانيين في مصر هو مشاع لكل الناس ليس فقط للسودانيين. وهناك أيضا ملاحظات حول هذا الأمر، هناك موافقات تأتي مجلس الوزراء للأجانب كذلك يتم بالنسبة للسودان، بمعنى أنه لا يوجد أي أفضلية للسودان في موضوع التملك عفوا، ولا يوجد بطبيعة الحال أفضلية للدخول إلا عبر التأشيرة ما فوق 16 ودون 50 عام. وإنت ذكرت فقط موضوع أصلا هو لم يتحرك
وأنا ذكرت أنه حتى اللجنة بتاعته لم تنعقد يعني، وذكرت أنه نحن نلمس رغبة عند الرئيس لتطبيق هذا الاتفاق، لكن حتى الآن اللجنة لم تنعقد يعني الموافقة على التطبيق، يعني لأنه الجانب المصري تعلل بأنه هنالك بعض الإشكاليات الأمنية الآن في مصر، وبالتالي بتخليهم يتريثوا قليلا في هذا المجال. وأنا أفتكر أنه بالنسبة لنا ما خلاص نحن يعني إذا كان هذا من أكثر من 28 مجال نحن تقدمنا فيها إلا هذا المجال، فهل ده يحسب بأنه العلاقة فيها مشكلة؟ أنا بالنسبة لي حتى في هذا المجال يعني بفتكر أنه في يعني تقدم في التعامل معه، لأنه أنا كانت في السابق يعني نحن يعني ما يخلو يوم من الاتصال من المطار بأنه في شخص سوداني عنده مشكلة وسيرجع إلى السودان يعني أو يحبس لفترات يعني. الآن هذا لا يتم في 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 المطار يعني، نحن بالتلفون يعني زمان يعني تحرك عدد من العاملين في السفارة عشان يسووا المطار عشان يحلوا مشكلة سوداني أو سودانيين في المطار. الآن نحن نتعامل بالتلفون مع الإخوة في الأجهزة الأمنية في المطار نحل مشكلة أي مواطن سوداني يعني. في جانب آخر بعيدا عن الحريات الأربعة ما يتعلق بمشكلة حلايب، كان لكم تصريح واضح في هذا الأمر بعد زيارة الرئيس مرسي، أثيرت هذه القضية من قبل الطرف المصري، تم الاستدلال ربما بفيديوهات قديمة تعود للعام 2010 للرئيس البشير حول سودانية حلايب وهو ما هو